اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. تهادوا تحابوا، مين في الدنيا ما يحبش حد يدخل عليه بهديه كده يفرحه ويدخل السرور على قلبه، حتى لو كان اكثر الناس يعني ارتياحا يعني ومرتاح ماديا، يعني حد لو دخل عليه بهديه هيفرح بيها. انا شخصيا لو حد دخل عليا بحاجه بإزازة زيت والله يعني بأي حاجة ليها علاقة يعني بالحاجات اللي احنا بنحتاجها في البيت العادية هتبسط بيها، فما بالنا الأكثر احتياجا والأشد فقرا لو دخل لهم حاجة في صورة هدية، مش في صورة مساعدة أو في صورة حاجة بنقدمها لك أنت محتاجها وهتموت عليها، لا، هدية حلوة ندخل بيها السرور على قلب الناس. أكيد يعني إن شاء الله يا رب ناخد ثوابين، ثواب العمل الخير وثواب ادخال السرور على قلب الناس. دكتور مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعيه البر والتقوى، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا ومرحبا، اعزكم الله. حضرتك بتفرح بالهدايا؟ طبعا طبعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الهديه صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله تبارك وتعالى ان هديتنا من قبل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرح بنا وجه نبينا يوم القيامة. مين اللي ممكن تروح له وتدي له هدية وهو محتاجها بس بتقدمها له في شكل هدية عشان ما يحسش أنه يعني حاجة يعني؟ هم الذين قال الله فيهم تحسبهم أغنياء من التعفف. تخيلي فقير كلما تدي له يقولك لا أنا مش عايز، الحمد لله ده أنا عندي خير، وانت عارفه ان هو ما عندوش اي صحيح. حاجه كتير والله. فتخيلي هو دايما اذا سال يسال الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيضع في قلوب الناس حوالي الخير علشان يجروا بسرعه عليه يقولوا له احنا ما نعرفش جينا لك ازاي. لا، انتوا جيتوا له بعد ما هو قال يا رب فرفعت حاجته الى الله تبارك وتعالى، وبعد رفع الحاجه ربنا اختاركم انتم علشان تروحوا تفرحوا. جميل. فهو ده الفقير، هو ده اليتيم، هو ده المحتاج، هي دي الأرملة. طيب اليتيم كمان يعني بيبقى عنده شوية فكرة نقص الحنان، يعني انه حد هو يعني في ظروفه دي عايز حد يقدم له الخدمة ويحن عليه. نعم. فانه كمان ما عندوش الحنيه، وانه مش بس مراعاه اليتيم مش بس بارسال الحاجات ليه، لا كمان حد يزوره مع الهدايا ويتبسط يعني ان هو بيديله الحاجه. تمام. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الاولى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا اثنين اليتيم والغريب، فقد كنت في صغري يتيما وكنت في كبري غريبا. فتخيلي حضرتك ده الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ماتت الأم بنقول إيه للولد؟ الولد ده إيه؟ يتيم. طب إذا مات الأب بنقول له إيه؟ لطيم. فاليتيم أو اللي ملوش أب وأم جمع بين أمرين، لطيم كأن الأيام تلاطمه لأن ما عندوش ما يكفيه، ويتيم لأنه ليس هناك حنانا عليه. وده باب برضه من أبواب الجنة، واللي وصى بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، فهو يعلم قدر من يكفل اليتيم. حينما يأتي أحد الناس ويقول يا رسول الله أشعر في قلبي بقلبي بانقباض شديدة، فقال ضع يدك على رأس يتيم. فتخيلي حضرتك ان هو يضع يده على رأس يتيم بكل شعره مشيت فوق بكل شعره تحت كف ايديه حسنات. فما بالك انه يطعم هذا اليتيم، يكبر هذا اليتيم، يدخله للمجتمع انسان صالح لا ينقصه شيء. تخيلي اليتيم ده هو اللي هيجي يوم القيامه، يأتي أمام النبي ويأتي أمام رب العالمين ليأخذ صاحب هذا أو هذا الصحابي معه إلى الجنة. جميل. فقد إيه إحنا محتاجين لده. وطبعا الأيام ديت إحنا كنا بنملى الدنيا ضجيج وأفراح وحفلات، وبنروح لملاجئ اليتامى وبنروح هنا وهنا، لكن ممكن تملأ الدنيا ضجيج برضو ويباهى بالناس اللي هتعمل نفس الحاجات، مش لازم بشو،
مش لازم بتصوير او بالزبط. مش يعني مش حكايه كمان تصوير، مش لازم باننا نروح في وقت معين في ساعه معينه في يوم الناس كلها تتجمع فيه، ممكن يعني عندنا ايام لذلك ربنا هي الحكمه من الله سبحانه وتعالى ان اتمنعت الحفلات وكذا وكذا صحيح. وكذا تعالوا بقى الحكمه ان احنا اتقفلت علشان موضوع الشيء اللي احنا عندنا ده، فربنا بينظر مننا هتعملوا ايه. يلا فكروا تدبروا هتعملوا ايه. لو كانت الحفلة بتتكون من كذا اموال وكذا وبنروح نتصور ونعمل وبتاع، لا انا مش عايز ده، انا عايز كل القيمة تصب في اليتيم، تصب في اطعامه، ليس ليوم واحد، ليس لاحتفال واحد في السنة، ولكن ولا السنة كلها، لكن العمر كله كلنا. وانا عايز اقول لحضرتك ان حينما ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان خلق معاه رزق زيادة وقال له ان الرزق الزيادة ده انا موكلك وكاتب اسمك عندي في الملأ الاعلى ان هذا التوكيل الفلوس دي هتديها لفلان، هيكون يا اما يتيم يا اما محتاج يا اما فقير. فشرف كبير قوي ان انت هيبقى اسمك مكتوب. طب ايه كمان يا رب؟ ده انت لما تروح او تبعت المال لهذا اليتيم او المحتاج هيكتب لك انت في سجل حسناتك، وفي الامر الثاني هتغفر لك ذنوبك. يبقى اي شرف هذا؟ ادي شرف، درع بيتحط على ايه؟ على صدر كل واحد ربنا اداله من رزقه. اذا منعت هذا عن المحتاج، عن اليتيم، عن كذا وكذا وكذا، اخذ الله منك هذه الزياده واعطاها لواحد اخر، وفقدت انت الميزه، وفقدت انت ان انت تكون بتعطي، او ان اداها لك فبدات تمن بيها على الفقير، وبرضه ساعتها ما خدتش الايه الجزاء بتاعها من الله سبحانه وتعالى. هذا مال الله، وهذه ارض الله، وهذا عرش الله، ونحن عبادا خلقنا الله لننفذ اوامره سبحانه وتعالى. فيجب ان نتادب مع رب العالمين. معانا زياده يبقى نخرج للفقير، لليتيم، للمسكين. احيانا بتبقى في اسر يعني ممكن يبقى الاب اختفى. في كتير يعني بيجي لنا قصص كتير، الاب بيسافر ومالوش، الاسره ما بيبقالهاش عائل يعني. الاولاد يعتبروا يتامى يعني. احيانا تبقى في اسر طبعا سيدات كتير ارامل. سمعت انكم عاملين حصر بقرى مليانه من الارامل. فهل بتختلف معامله اليتيم في هذه الاسر عن معامله اي حد يعني في ملجا؟ عايز اقول لحضرتك مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها، اذا كان الملاجئ ده باب، فانا عايز اقول لحضرتك ان من كثره الحالات اللي الحمد لله الحمد لله مش هقول المؤسسه بتكفلها او الجمعيه، ولكن حضراتكم انتم اللي بتكفلوها، والناس الطيبين اصحاب القلوب الطيبه والقلوب الرحيمه والناس اللي بتتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى حقا. عايز اقول ان كتير احنا ما بنقدرش يعني نقدر نصور الكمية. يعني مثلا من ضمن الحالات شاب 38 سنة وفي أسرة فقيرة، زوج معاه زوجته ومعاه أربع أولاده، وفجأة أثناء مثلا المطر اللي حصل الفترة اللي فاتت دي وقاعدين على طبلية بسيطة قوي من ضمن الحالات اللي احنا بنشوفها الناس الفقراء، يقع حائط الجار على الرجل فيموت في الحال. يا ساتر يا رب. تخيلي الصدمة، المرأة تصبح أرملة في لحظة، الولاد وهو في وسط ولاده، وهو في وسط ولاده، دي حالة يعني دي حالة انتوا عارفين حالة يعني عندنا 38 سنة اسمه محمد ناصر قاعد في وسط ولاده وبعدين بياكلوا وبيقتاتوا القليل فيقع حائط الجار عليه فيموت. فترى الأم الزوجة المكلومة زوجها هو بيموت قدامها وأربع أطفال يتامى. فأصبحت هذه المرأة صدق فيها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، الساعي على الأرملة والمسكين اللي هم اليتامى دول كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل لا يفطر، أو الصائم بالنهار لا يفطر. القائم بالنهار والصائم الصائم بالنهار والقائم بالليل والمجاهد في سبيل الله. حالة زي دي لما أنا أبني لها جدار ورجع لها أربع حيطان وعمل لها سقف وعيشها عيشة كويسة وتفضل معاها لأنها أم يتامى. عارفة حضرتك الأرملة اللي شافت جوزها وبيموت قدامها وهي لا تملك في إيديها في الدنيا، مش قادرة تملك مال، هتملك إيه يوم القيامة؟
قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأنا أول من يحرك حلاق الجنة بيدي، أضع يدي في حلاق الجنة، أفتح الباب فأجد امرأة تضع يدها في يدي، فسألت أخي جبريل: من هذه يا جبريل؟ قال: هذه المرأة التي مات عنها زوجها. أم اليتامى يا محمد، أم اليتامى يا رسول الله، تريد أن تدخل الجنة مع النبي. فتخيلي أنك قد كفلت هذه المرأة وأبناءها، بينما تدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، دعاء كانت في الدنيا بتطعمني أنا وأبنائي. فينادى عليك فتدخل الجنة مع النبي، مع الصديقة، مع سيدنا، مع أمنا خديجة وأمنا عائشة. كفلت في الدنيا فكفلك رسول الله يوم القيامة. هذا هو حال اليتامى وحال من يقف مع اليتامى. فتخيلي هذه الحالة أمامنا من آلاف الحالات، أن نستر عليها بجدار، أن نستر عليها بسقف. الذي يأتي الخير اللي بيجي ده كل ده بينصب. وبرضو عايز أقول لك، عنوانها موجود وبلدها موجودة ومكانها موجود، اللي في قلبه حاسس إنه عايز يشيلها لغاية يوم القيامة، أهلا وسهلا وتعالى معانا، تعالى نوريك البيت ونقول لك مصاريفهم إيه والولاد كذا وكذا، حالة يعني اتنين تلاتة يعني عشر. بيبقى عندك الحالة مش بس اسم أو كود أو رقم أو كذا، ولكن مكانه، عنوانه، بيته، لو المتبرع عايز يروح يشوفه هو بنفسه. ده اليقين، هو ده وهو يكفو للعيل بالزبط. عنده كم ولد وبنت، في مدارس قد ايه كده، الزوجة اكيد مش بتشتغل لانه يعني في القرى المصرية. عارف حضرتك، انا اي حد بيرسل مبلغ وبيأتيه الايصال مسجل، وبقول له المكان او الحاجة اللي انت عايز تحط المال ده فيه، علشان أحقق له المكان والزمان اللي يقدر من خلاله يروح يشوف. بلى ولكن ليطمئن قلبي، عشان ما حدش يجي يقول أنا دفعت هو فين. فأنا عايز أقول إن إحنا نفسنا بننزل وبنشوف القرى، وطبعا ما أحوج القرى دلوقتي وما أحوج المساكين واليتامى في هذا الوقت الذي نحن فيه. طيب إحنا لسه مكملين فقرتنا مع دكتور مصطفى، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. دايما ندعي الدعاء اللي بيقول: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ونعرف أنه من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فعشان كده يعني إحنا الهدف في الآخر أن كلنا نتستر. فيعني دكتور مصطفى، إزاي ندعي ويتحقق هذا الدعاء؟ الحمد لله، الدعاء ليس فقط هو السبيل للقبول، ولكن بجانب الدعاء يجب أن يكون هناك إمداد من الخير. يعني إحنا بنتكلم في مجال اليتامى. طب أنا دلوقتي لما يكون قدامي بنت يتيمة في سن الزواج، طيب إيه الحال إن أنا أفضل كل شوية أقول لها: ربنا يكرمك يا بنتي، وإن شاء الله ربنا يتقبل الدعاء. بس زي ما قلنا، حينما يتقبل الله الدعاء يكون الدعاء على يد حد من الصالحين، حد من الأغنياء، حد من المقتدرين. طيب تعالى النهاردة لما كلنا نشترك 10 أو 5 في أن احنا نهيئ لهذه اليتيمة البيت والمسكن، وأن هي ربنا إن شاء الله رزقها بواحد خطيب ليها عايز يتمم هذا الزواج، يبقى احنا عملنا إيه؟ رقم واحد، بنينا بيت مسلم. النسل الذي يأتي من خلفه يوحد الله سبحانه وتعالى، كلما وحد الله وكبر الله وصلى وصام وقرأ القرآن بعد 50-60 سنة لغاية ما عجز وبقى جد، محطوط في ميزان حسنات كل من أقام هذا البيت. طيب إحنا سترناها بأن إحنا جبنا لها حجرة نوم أو كذا أو كذا، أو طعام أو شراب، وبنينا بيت. تخيلي حضرتك، بنترك الأمر بعد كده للزوج أنه يبدأ بعد كده يكفل للعيلة. سلمنا الايه الاشارة او العلامة او العلم لهذا الزوج، تم بناء هذا البيت. نبحث عن بيت تاني وبيت ثالث ورابع،
كل هذه البيوت عند رب العالمين قصور لنا في الجنة. مش لازم ان انت تكفل اليتيمة كلها. تعالى نتفق احنا 3-4 وده اللي احنا بنعمله برضو، ان احنا عايزين يتامى. طب اليتيم ده محتاج مثلا 5,000 جنيه، يبقى احنا 3 ونقسم المبلغ عليهم الشهر ده، ونبدأ كل شهر نقول ان هو بيحتاج المبلغ ده، فبنكفل هذا الامر. شاهد في الموضوع ايه؟ ان احنا كلما اقمنا رأس اي حد راسه منكزة، يبقى احنا حطيناه في موضع العزة، وكان العبادة بتاعته عن عزة والحب لله سبحانه وتعالى. مش هيجي يوم من الايام، تخيلي حضرتك، يرى واحد في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له استعد ان تكون معي في الجنة. قال كيف يا رسول الله؟ قال ان تنام كل ليلة وليس في قلبك مثقال بغضاء لأحد من العباد. محدش ينام وهو كاره عبد أو كاره حد أو في بغضاء في قلبه. تخيلي أنا لما بفرج على اليتيمة دي، بفرج عليها وبفتح لها بيتها، مش هتيجي بعد كده تحقد على الغني؟ صحيح. مش كده؟ يبقى إذن علينا أن احنا نمدهم بالخير، ولا ننسى أن الله لا ينسانا أبدا من فضله. جميل. ندعي في آخر الفقرة بقى فضل الشيخ، وندعي لكل اليتامى، وندعو للناس، وندعو لبلدنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل يا ربنا على حبيبك محمدا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنفق يا ربي على من ينفق على اليتامى، اللهم أنفق يا ربنا على كل من ينفق يا ربي على المحتاجين. اللهم إن لك خلفاء يا ربي وكلتهم بالفقراء في الدنيا، فحنن قلوبهم ويسر أمورهم واغفر ذنوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعل يا ربي الدنيا ليست أكبر همنا، نسألك يا ربنا أن تجعل يا ربنا يوم القيامة هي همنا، همنا أن نراك وأنت عنا راض وعن حبيبك المصطفى ويكون عنا راض. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء والغلاء والوباء يا رب العالمين، وأن تؤمنا يا ربنا في أوطاننا. نسألك يا ربنا ولا نسأل غيرك، فأنت الواحد الأحد، أنت الفرد الصمد، أنت الذي تجيب من دعا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم آتي كل منفق خلفا، اللهم آتي كل منفق خلفا. اللهم كما بلغنا شهر رجب وشعبان، فنسألك أن تبلغنا شهر رمضان، زائدين غير منقوصين يا رب العالمين. آمين 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 آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم تقبل دكتور مصطفى فتحي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. فاصل قصير ونعود.